باطن ويمشوا اخ وعكس بعض بيعيشوا باطن ويمشوا باطن ويمشوا اخ وعكس بعض بيعيشوا باطن عيني مكسور جناحي ومشوا قراري ونافش ريشو باطن عيني مكسور جناحي ومشوا قراري ونافش ريشو سهل كده يالا تبقى مجرم ومتصيد. امال يا اخويا جبت الجرأة دي كلها منين؟ ده الاول ما شفت العيال التيران دول داخلين عليك ورافعين عليك المسدس ربك والحق قلبي وقع في رجلي وقريت عليك الفاتحه. ايه انت ما خفتش يا جدع؟ لا انا ما خفتش وبس، ده انا كنت مرعوب يا بونبوني. انت مرعوب؟ امال يا اخويا ما كانش باين عليك ليه؟ ما هي دي بقى يا بونبوني اول شروط الاجرام، انك تبقى من جوه مرعوب وعصفور مكسور الجناح، لكن اللي باين للناس انك صقر ومستني تهجم على فريستك في اي وقت ومش خايف من الموت. هتلاقي اللي قدامك اتشل تفكيره. انا ده اذا كان اللي قدامه مش خايف من الموت يبقى اكيد مفيش فايده في تخويفه. ساعتها بس يا بونبوني تعرف انك كسبت. يا ابن اللذينة، يعني انت كنت عارف ان انت هتخرج من العمليه دي ساق سليم؟ كنت مصدق نفسي يا بونبوني وطاير في السماء. ميشو يا اخي نفسي ابقى زيك كده وطير في السماء ورفرف كمان. احنا لما تصدق ان عندك جناحين هتقدر. لسه هصدق تاني يا ميشو. ده انا بقى رد مين ده؟
الو ايوه مين؟ اه يا سردينه الليله دي. طب خليك معايا خليك معايا. ده الواد سردينه بتاع العزبه المعلم الششتاوي هيجوز بنته النهارده الصبي من صبيانه، وادى الواد بومبا وباعه بعد ما لهف منه 10 بواكي والشبكه، وعايزه كميشو تجيب له حقه. يا سردينة ميشو هياخد 5 اساتك يستنانا في الميدان واحنا هنجيله زي ما سمعت بقى. يلا ما طلبلبش يلا بينا. بقول لك ايه، استنى صحيح انت هتروح له بجد ولا علاقه؟ ومش سردينة ليه حق يبقى لازم يرجع. يلا ما تستنى يا ميشو انت على طول. طيب في ايه؟ بقول لك ايه، انت هتعمل ايه مع البنت بتاعت البلياردو دي؟ ما شالتش عيله من عليك. ولا حاجه، زيها زي غيرها. افهم بقى يلا، احنا اتخلقنا عشان نتحب مش نحب. وقد لاحظ لومبروزو بعد تشريح جثث عدد كبير من المجرمين الذي تتصف جرائمهم بالعنف والقسوة، وبعد فحصها تبين وجود عيوب في تكوينهم الجسماني وشذوذ في الجمجمة بالإضافة إلى العصبية الزائدة عن الحد. يا خبر أبيض، دي نفس الصفات بتاعت بابا. طب إيه كمان؟ إيه كمان؟ ومن أبرز الحالات التي درسها حالة لص وقاطع طريق، خطر، قتل أكثر من 20 شخصا وقتل أولاده، قتل أولاده، قتل أولاده وقطعهم إربا، قطعهم إربا إربا. إيه ده؟ لا 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 لا, لا. أنا عمري ما بابا يعمل معايا كده. ممكن يقتلني؟ يقطعني؟ لا. طب إيه صفاته يا أستاذ المبروز عشان أتأكد؟ عدم انتظام وتشابه نصفي الوجه، غزارة في شعر الجسم واستعمال اليد اليسرى وضخامة الكفين. أنا لازم أتأكد بنفسي، قطعهم يا ربن يا ربن. ده إيه الغلب ده يا ربي؟ واشرب غيري يا بصص كده ليه؟ عدم انتظام وتشابه نصفي الوجه. في حاجة يا أنا؟ لا بابا، أصل حضرتك وحشني أوي. وحش لما يلهفك. تعال يا أخويا اتسمم معايا بدل ما أنت واقف باصصني في اللوم. حاضر بابا. قعدت بعيد ليه؟ تعال هنا. حاضر بابا. يا ابني هنا. حاضر بابا. هنا ايوه. هو بابا اقعد على حجرك يعني بابا ولا ايه؟ ليه هرضعك ان شاء الله؟ انا اسف. امسك. غزاره في شعر الجسم واستعمال اليد اليسرى وضخامه الكفين. تاخد حيله ريلة. حاضر بابا حبيبي. على فكره بابا انا بحبك قوي. يا سلام، من امتى يا اخويا ان شاء الله؟ من حبة، قصدي من النهارده بابا، من زمان قوي قوي. بابا بابا انا عايز حضرتك يعني تعتبرني فاطين سعدك الايمن. بعد اذنك. ايه الواد ده اتجنن؟ اه اكيد اتجنن. ومين فاطين سعدك الايمن ده؟ برضه مش فاهم يا انس. اللي عايز اوصله لك يا ستيشن ان البني ادم مننا ما هو الا مجموعه صور جوه البوم. الصور دي هي مراحل حياته، والالبوم ده هو ذاكرته. في بني ادمين الالبوم ده بالنسبه لهم بيبقى مصدر فخر، لانه بيفكرهم بتاريخهم الناصع الجميل. وفي بني ادمين الالبوم ده بالنسبه لهم بيبقى نقمه، بيبقوا عايزين يحرقوه يدمروه، لانه بيفكرهم بتاريخهم المزري القبيح. فهمت؟ يعني انت حضرتك عايزني اشتري البوم واحط فيه الصور؟ اشتري ايه؟ ما تركز معايا شويه. السلام عليكم عم انس. ازيك عم ستيشن؟ الله يخليك. ايه بالك يا فوزين؟ 200 جنيه. ما هقول لك بعد اذن حضرتك عم ستيشن. عم انس هتقتل هتقتل، هتقطع اربا اربا. مين ده اللي يقتلك ولا ايه؟ منك وانا موجود. بابا. ايه؟ هو قال لك؟ لا. امال مين اللي قال لك؟ لومبروزو، لومبروزو هو اللي قال لي.
من الكابتن خالد الخباب، ولما نقول الخباب يعني الويلي الويلي الويلي، بيسبح ويمسي على المعلم الششتاوي، المعلم الششتاوي صاحب الليل. صاحب الليلة يعني المعلم الششتاوي، يعني كل جار الطيور الروشة، يعني اصحى واصطبح الفرخة بتتذبح، وسلام على طول السلام. ميشو جاي بيصبح ويمسي ويقوم بالواجب، اللي ما يعرفش ميشو يبقى ما عرفش الرجولة ولا نزل مصر. ميشو الحاوة يا رجالة جاي علشان يقوم بالواجب، وعلشان يقول لك يا معلم ان سردينة اللي كان هياخد بنتك العروسة جاي ومعايا وبنفس راضية، علشان يقول لك يا معلم ششتاوي ألف مبروك. ومية الورد دي تحية مني يا معلم، وما بتترشش غير للورد. سلام يابا. وطالما قمنا بقى بالواجب يبقى ناخد حقنا. احنا معلم لينا حق عندك. حق؟ حق ايه يا ميشو؟ الواد سردينة يا معلم كان ليه عندك 10,000، وكان جايب لبنتك العروسة شبكة ب10,000، هناخدهم ونمشي علشان ليلة بنتك العروسة تكمل. هتكمل يا ميشو، نزلوها رجالة كله مكانه. على فكرة يا معلم ششتاوي، مية الورد اللي اترشت دي مخلوطة ببنزين، وبنزين 80 كمان، علشان تعرف يا معلم. وزمان الرجاله كلها بره دلوقتي مرشقه الفرح كله انابيب غاز، يعني لو الولاعه دي وقعت مني من غصب عني يبقى كلنا هنشوف نار جهنم صوت وصوت. ها قلت ايه يا معلم؟ اللي عنده دم احسن من اللي عنده عزبه، وانت يا معلم عندك عزبه. ماشي ماشي يا ميشو. طالما بقى يا رجالة الحق رجع لأصحابه، يبقى سلام وتحية والكل يرقص يا رجالة. الصبح الاقي نفسي متقطع قرش الاوضه.
وكل حتة قرابل مرمية كده في الشقة. ما تخافش يا فاطين وما تخوفنيش معاكم مال. وبعدين كلام لومبروزو ده مجرد نظرية وفي نظريات تانية غيرها كتير. لا ما هو كل كلمة من اللي قالها تنطبق تيبيكال على بابا وعلى أخويا ميشو كمان. إيه؟ على ميشو؟ ده لسه متخانق معاه الصبح. زمانه دلوقتي بيضمر ليا الشر جواه. بتقول حاجه عمي؟ لا ما بقولش. انا بقول يعني انه كلام لمبروزو ده ممكن ينطبق على الجد الكبير عبد الحاوي. ما هو كان قطع طريق وعايش في الصحراء وبابا سيد الحاوي حفيده يعني اكيد يا عمي ورث منه كل حاجه. لا بس يعني ما توصلش لحد القتل يعني. بس احتياطين انت بات معايا بعد كده بقى. لا يا عمي ما انا فكرت في كده برضو وقلت بقى ايه ما هو ممكن بابا ينزل يقوم دبحنا انا وانت كده عمي ويشرب من دمنا. معاك حق يا فطيب. انت بات فوق زي العاده عشان كل حاجه تمشي كالمعتاد يعني. ها ولو حسيت باي حاجه فطيب ارجوك اديني رنه وانا هتصرف. حاضر يا عمي. وبرضو لو حضرتك يعني حسيت باي خطر او حسيت مثلا ان بابا حب يبدا بحضرتك انت الاول ويذبحك انت الاول ما تترددش يا عمي يعني اديني رنه على طول. يعني هتعمل ايه يعني يا فطيب؟ ادعي لك لك يا عم ان ربنا ينجيك وتقدر تهرب منه وتجري منه رهوان. بس انا ارجع بقول برضو انه كلام لمبروزو ده كلام نظري يعني. ابوك يسرق انما يقتل لا. يلا حبيبي اطلع اوضتك نام. ها وانسى ان انت قريت لمبروزو الليله دي خالص. مفيش اي حاجه. لا يا عم ما انا دلوقتي مش هقدر اطلع انا لوحدي. عمي ما تيجي تطلعني. حاضر حبيبي عشان اثبت لك بس ان الموضوع عادي خالص ومفيش اي حاجه. يلا اتفضل قدامي. لا ما يصحش حضرتك اتفضل انت الاول. ده عمي يعني في مام بابا. حاضر يا سيدي حاضر. الامر لله يا منجي يا رب. يخرب ايه عمي نعم. ما تطلع انت وانا هستناك هنا. اذا كنت انا مطلعك مش حاجه. بتعمل ايه في الارض يا عار العيلة؟ لا بتعمل ايه يا حيلة يا نيلة؟ لا بابا كان في حاجة بس وقعت مني. انت حاجة ايه؟ النضارة كانت وقعت مني فانا مش لاقيها. نضارة ايه انا؟ النضارة على عينيك اهي. صح يبقى وقعت على عينيا يا بابا. صح وقعت على عينيك يا بابا. خد ياض ايه العجوانتي ده وقول لي ايه رايك في المسدس ده. امسك خد ياض جبان. هيفضل طول عمره جبان. انا ما خلفتش الا الواد ميشو بصراحه. جاي منين يالا؟ نعم يا باشا. لما اكلمك تنزل من العزفت ده وترد عليا عادل. تحت امرك يا باشا. جاي منين؟ كنت في واجب فرح. قمت معاهم بالواجب؟ ها طبعا يا باشا ما سبتهمش غير لما عملت معاهم الصح. وبعدين سيادتك عارفني يعني ما بدخلش مكان غير لما بقوم بالواجب. وهم بقى ما عملوش معاك الواجب؟ سيجارة حشيش، سيجارتين بانجو. يا باشا حد الله ما بيني وما بين الكيف. ما الفلوس دي بقى بتاعت ايه؟ سرقتها من مين؟ لا دي فلوس يا باشا. محتاج اي حاجه؟ نعم يروح امك. عادي يا باشا كلنا بنتزنق. ولا اعمل حسابك انت
بقيت تحت عيني. يعني نفسي بس تفكر تغلط غلطة واحدة. اركب الموتوسيكل بتاعك وروح يلا. بالإذن يا باشا. سلام. خد فلوسك. ما تخلى يا باشا تجيب واحد. اخلص. تصبح على خير يا باشا. تصبح على خير يا حبيبي. تصبح على خير يا عمي. عمي 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 خلي بالك من نفسك يا عمي. لا ما تقلقش عليا. نام انت يا فاطيني حبيبي عشان انت عندك مدرسه الصبح. لا يا عم انا مش هيجيلي نوم الا لما اطمن على حضرتك الاول. تموت الاسود في الغابات جوعا ولحم الضأن تاكله الكلاب. نصيبنا كده بقى يا عمي نصيبنا كده. ما تقلقش عليا. انا كنت جندي في الحرب واعرف ازاي اخطط واناور. ما اعرف ازاي اجري. عمي عشان لا اله الا الله محمد رسول الله. خلي بالك من نفسك يا عمي. يلا بقى حبيبي عشان مدرستك. يلا نام انت وما تقلقش خالص عليا. مش هيجري والله. انا خايف احلم بكوابيس. لا 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 فكر في حاجات جميله. ها حاضر عمي. جناين ميه حاجات لطيفه ماشي عمي. شلالات. احلم بافلاطون. ضايق الله ماشي. هتنام كويس طبعا ان شاء الله. طبعا حبيبي تصبح على خير. انت من الخير يا عمي. عم انس خلي بالك من نفسك. طيب حاضر حاضر. يلا نام بقى عشان تروح المدرسه. حاضر يا عمي. يا رب تروح. عم انس. لا عم انس حبيبي. ممكن انزل لو سمحت؟ ليه؟ عايز ادخل شقتي. ليه؟ اصلها وحشتني بقالي فتره سايبها لوحدها. وسبتها لوحدها ليه؟ كنت بطمن على فاطين. وبعدين هو تحقيق؟ جري يا ميشو انت نسيت نفسك؟ ده انا عمك برضه. ماشي اتفضل انزل بس تاني مره ما تسيبهاش لوحدها لحسن يبقى في حرامي كده ولا كده يقشطها لك. هو في حراميه ممكن تدخل البيت وانت موجود؟ تصبح على خير يا عمي. انت ما. عمي اول مره مش يقول لي يا عمي بس طالعه من بقه زي العسل. هزار مشو ده ما بيجيش غير بالتهزيق. انس وانت من اهله. الحمد لله على السلامة يا بطل. مساء الفل يا عرب. ايه رايح فين؟ ما تيجي تسهر شوية تتفرج على البنت شكيرة. هريح مع نفسي شوية. انما انت ايه اللي عملته ده مع المعالي بششتاوي؟ تعرف؟ في حاجة برضو بتخفى عن ابوك. وبعدين انت مالك ومال بتاع الفراخ ده؟ ده حتى مش لايق عليك. انما انت مطلع العدة ليه؟ في عملية جديدة؟ جالي تليفون من فريد بيه والتفاصيل هتجيلي بكره. على فكره فريد بيه بيسلم عليك ونفسه يشوفك. نفسه تعدي عليه لما افضاله برضه داخل تنام. تعال بص
شاكيرا سخنت قوي. صباح الخير يا سمسمة الحلوة. حاضر يا بابا. السلام عليكم استاذ انتيكا. استاذ انتيكا، استاذ انتيكا. اهلا 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 اهلا. صباح الخير. اهلا صباح الخير يا فاطين. مواعيدك دايما دايما مظبوطه. دايما مظبوطه. قول لي بقى ايه اخبار اللوحه اللي انا طلبتها من حضرتك؟ انت عارف انتيكا لو وعد اوفى، وخصوصا معاك انت يا فاطين لنزاهتك وامانتك وخلقك. البعيد كل البعد عن اللي اسمه ميشو. انا مش فاهم انتوا ازاي طلعتوا توأم. غريبه جدا، مع ان اخويا ميشو هو اللي عرفني على حضرتك. هي دي الحاجه الوحيده الحلوه اللي عملها معايا. لكن انت يا فاطين، انت يا فاطين عامل زي اله الخير، اله الحب والجمال عند الاغنياء. ربنا يحفظك يا رب. طب واخويا بقى ميشو؟ ميشو، ميشو ده مثال لعالم الفوضى، عالم العنجهية والعشوائية. بس أنا مندهش جدا يا أستاذ أنتيكا، إزاي يعني فنان عظيم زي حضرتك حابس نفسه وسط أعماله وما بيخليهاش تظهر للناس كده؟ لأني معترض يا فاطين، معترض على ما يحدث خارج هذا العالم عالمي. العالم أصابته حالة انفصام، المعايير اختلت، الفساد طغى طغى وتجبر، حتى الهواء اللي بنتنفسه ملوث ملوث. ما تتخيلش حضرتك انا مبهور بحضرتك قد ايه، بتفاصيلك وبغيرتك على فنك. ربنا يكتر من امثالك. قول لي بقى، هي فين اللوحه؟ اللوحه شايفينها دي يا اولاد هتبقى من نصيب الطالب المثالي بالمدرسه، واللي لازم طبعا ينجح في اختبار بتحب بلدك مصر قد ايه. مصر يا ولاد بلد الاهرامات والنيل، بلد نجيب محفوظ واحمد زويل، بلد عبد الوهاب وام كلثوم وحسن شحاته. ياه مستر فاطين ده قديم قوي. اما حكمه اليوم فهي كن مستمعا جيدا لتكن متحدثا لبقا. فهمني اللي كنت بترغي ورا. والآن نقدم لكم فقرات الإذاعة المدرسية اليوم في هذا الصباح المشرق، وهي بالترتيب الآتي: فقرة كلمتين وبس مع الطالب دودي، وفقرة صباح الخير يا مدرسة الغالية الحبيبة، وتقدمها لكم باللغة العربية الطالبة هنا وباللغة الإنجليزية الطالبة صفا. ونختتم فقرات هذا اليوم الجميل بفقرة أنا من البلد دي التي تقدمها لكم الطالبة رؤى. وكان معكم مستر فاطين سيد حسان، مدرس الدراسات الاجتماعية بمدرسة أبناء الغد الخاصة. شكرا لاستماعكم. اوعى حد يقرب مني، اللي هيقرب مني انا هعدف نفسي من البلكونة. انتوا فاهمين؟ انا مش حرامي، محدش له حاجة عندي. حرامي دخل الشقة علشان يسرق، ولما ظبطوه وراح يمسكوه حاول يرمي نفسه من البلكون. اللي هيقرب مني هعدف نفسي من البلكونة، انا مش حرامي. اخلص يا تهامي وسلم نفسك بالذوق. لو قربت مني يا فؤاد انا هحدف نفسي من البلكونة، فاهم؟ معلش يا فندم، تسمح لي اتكلم معاه؟
معلش اديني فرصة واحدة. اسمعني يا عم توهان، انا مش هسمح حد. انتوا عايزين مني ايه؟ انا عاوزكم تبعدوا عني. حاضر هنسيبك، بس انا عايز اساعدك. عايز تموت نفسك ليه يا عم توهان؟ ما تخافش يا عم توهان، صدقني انا عايز اساعدك. اعتبرني زي بنتك. بنتي؟ انت ما عندكش بنات ولا ايه؟ 4 بنات وثلاث صبيان. وحد يبقى عنده كل البنات والولاد دول يبقى عايز ينتحر ويسيبهم وكمان يخدم ربنا؟ انت ما بتحبهمش ولا ايه؟ ما علشان بحبهم عاوز اموت نفسي، لان من يوم ما طلعت من السجن محدش عاوز يشغلني، لاني بقيت ارباب سجون والعيال عاوزين ياكلوا. اجيب لهم منين؟ لحد ما مديت ايدي للناس كلها محدش رحمني، لغايه ما لقيت نفسي بسرق مش عارف اعمل ايه. وكل ما اكلم حد محدش عاوز يصدقني، محدش عاوز يصدقني. انا مصدقاك، انا مصدقاك يا عم توهان، واوعدك لو سلمت نفسك هقف جنبك وهساعد ولادك كمان. انا وعدتك يا عم توهان، صدقني. صباح الفل يا باشا. صباح الفل يا سوستر. في واحدة هانم مستنية سعادتك جوا يا كبير. حلو يا جامدة أوي. الله أكبر في عينيك، الله أكبر. ما أنا عارف عينيك. ابني بسرعة جهز لي أحلى بوكيه ورد بلدي، فاهم؟ أحلى بوكيه بسرعة. ماشي بسرعة وأنا جاي أهو. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، زورنا يا رب على الصبح. مين؟ يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا. انا كمان بقول ايه فازة الفل اللي قاعده في المحل وريحتها هل عليا وانا بره. صباح الخير يا سيد بيه. نعم نعم يا حبيبي نعم. بقول صباح الخير يا سيد بيه. وربنا وربنا احلى سيد بيه سمعتها في حياتي. فريد بيك جندي بعت لك الظرف ده، دي كل حاجة عن العملية الجديدة. تمام. إن شاء الله هتبقى أطعم وأرق وأحلى عملية عملتها في حياتي. أجيب عناب؟ لا مش هينفع، عندي أبوينتمنتس كتير قوي النهاردة، وبعدين السواق وصل بره ولازم أخرج حاجة. ألف سلامة عشانك يا جميل، جالك منين الأبونتوس ده؟ مواعيد يعني. مواعيد يعني أبونتوس؟ مواعيد. هات يا وكل ورده كبير. هات انا اللي هوصله بنفسي الهاني في العربيه. اتفضلي يا هاني. المفروض ان انا زبونه عاديه زي اي حد. انت بتعمل كده مع كل الزباين؟ مفاشر. خلاص يبقى سوسته هو اللي هيوصل. كلامك ماشي يا قمر. يلا يا سوسته وصل بوكيه ده للهاني في لغايه العربيه. باي باي يا سيد بيه. باي باي. غلط اللي عملتيه مع المجرم تهامي ده، غلط. هو ايه الغلط يا فندم؟ ممكن افهم؟ ازاي تقنعي اصحاب الشقه اللي كان داخل يسرقها يتنازلوا عن المحضر؟ لا مش كده وبس، ده انت كمان قعدتي معاه وتسمعي له. لاني لو ما عملتش كده هبقى كدابه، لاني وعدته اني اساعده وكان هيفقد الثقه فيا وفي كل حاجه تانية. ما يفقد الثقه ولا يتحرق، ده حرامي مجرم. وبعدين يعني انت فاكره الثقه اللي اديتها له دي هي اللي هتغيره وتخليه بني ادم جديد؟ وليه لا؟ انا مش فاهم بس انت واخده الموضوع ببساطه كده ليه؟ حضرتك اللي مصعبه يا فندم. انا مش مصعبه، انا بنفذ القانون. واحد اتمسك متلبس وهو بيسرق يبقى حرامي ومكانه السجن. امال يا فندم فين روح القانون؟ مش الاول نعرف ظروفه ايه عشان نعرف عمل كده ليه؟ تاني هتقولي لي ظروف؟ لو كنتي فاكره ان الفيلم اللي سمعتيه منه ده انا مصدق منه حرف واحد. على العموم يا فندم انا بدات فعلا اجمع معلومات عنه، وبنفسي هروح السجن عشان اشوف الملف بتاعه واعرف ظروف اسرته. برضه غلط، وبكره تصدقي كلامي. وبعدين عايز اقول لك على حاجه مهمه. قبل ما تدوري في ظروف المجرم وتشوفي هو عمل كده ليه، فكري في المجني عليهم وازاي المجرم اللي انت بتدافعي عنه ده اتسبب في ترويعهم وهو اصلا داخل ياخد منهم حاجه مش بتاعته وغصب عنهم.
ولا دول مش من حقنا حمايتهم؟ صباح الخير يا جماعة. صباح الخير. يعني ما بقتش قادرة بقى انت تنزل وتريحني. طالما انك تعبانة قوي كده ما كنتش نزلت النهاردة من البيت. لا يا حبيبتي بقيت كويسة خلاص. ربنا يقولك بالسلامة يا مس فوزية. متشكرة قوي قوي يا مس مرضى، والله كلك ذوق ورقة، تستحقي فعلا تكوني مدرسة موسيقى. محمد علي الكبير قام ببناء الجيش المصري الحديث والأسطول البحري القوي، وأنشأ المدرسة الحربية، وأنشأ القناطر الخيرية، وكان يا أولاد عهد محمد علي من أزهى العصور في مصر. هو الأستاذ فاطين ده إيه؟ ما يعرفش يشرح بهدوء أبداً؟ It's over. هو في زي الأستاذ فاطين ولا احترام الأستاذ فاطين؟ رجل عنده ضمير وبيحب شغله وبيعمله على أكمل وجه، يكفي إن هو ما بيديش دروس خصوصية. معك حق يا مس فوزية، مستر فاتين ده انسان مخلص وحساس ورقيق قوي 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 يا حبيبتي. عندي حصة عن اذنكم. وانا كمان. صباح الخير يا استاذ سعاد. صباح الخير. جود مورنينج. جود مورنينج استاذة فوزية. هما مالهم؟ هما كده على طول. اقعد يا استاذ فاتين. ما هذا الذي ترتديه بالله عليك؟ اصل انا كان عندي النهارده حصه عن محمد علي الكبير، ولقيت الاولاد بتستوعب قوي بالطريقه دي، والطريقه دي جايبه نتيجه هايله معاهم. قلت الله، ايه المانع ان الواحد يقرب لهم العصر اللي بنتكلم عنه. فاطين تعال. عايزاك. لمياء حبيبتي. ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ عجبك مش كده؟ قوي. ممكن اعرف بقى انت بتعمل ايه هنا؟ بعمل ايه يا لمياء؟ هنا ما عنديش حصص يعني، وبعدين هنا غرفة المدرسين والمدرسات. اه يبقى يا حبيبي تقعد لوحدك، لوحدك خالص. فهمني ولا لا؟ لا فاهم. جبت فلوس الجمعية؟ اه اتصرفت فيهم من عند عم انس اهم. هات. ها نتقابل بقى النهارده بعد المدرسة علشان نروح الهرم؟ ان شاء الله بعد المدرسة نبقى نكرر. اتفقنا، بس ما تتأخريش يا لمياء. استاذه فوزيه ما قلتليش بقى ايه رايك؟ فكره جديده قوي قوي يا مستر فاطين، وكمان فيها ابتكار للتلاميذ. ولسه هم شافوا حاجه، ده انا ان شاء الله بقى ناوي اتطور اكتر علشان التلاميذ تفهم وتستوعب اكتر واكتر. احمس الاول هو محرر مصر وطارد الهكسوس ومؤسس الاسره الثامنه عشر، وهي اعظم الاسر الحاكمه في مصر. ولو اتكلمنا يا اولاد عن اصله، فهو ابن الملك ثقة رعد أول، وابن الملكة عاحتب، وأخو الملك كاموس آخر ملوك الأسرة السابعة عشر. وهو في سن العاشرة أدكم كده يا أولاد، تولى الحكم بعد وفاة والده وأخيه. يعني كان زئرد أدكم كده يا أولاد، لكنه كان قوي. شفتم بقى يا أولاد عظمة الفراعنة. الأستاذة لميس، أهلاً وسهلاً يا أستاذة لميس. قيام يا أولاد. الأستاذة لميس بنت الملكة، أقصد موجهة مادة الدراسات الاجتماعية يا أولاد. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. شكراً يا أستاذ فاطين، كمل الدرس حضرتك، استرسل. جلوس. ولما وصل أحمس الأول الهمام سن 19 من عمره، قاد الجيش وطرد الهكسوس حتى وصلوا إلى أواريس عاصمة الهكسوس وهزمهم شر هزيمة، وطاردهم حتى وصلوا إلى فلسطين وحاصرهم في حصن شاروهين، ولم يظهر أحد من الهكسوس في التاريخ حتى الآن. هذا هو أحمس الأول، محرر مصر وطارد الهكسوس.
اهلا وسهلا يا فندم. اتفضلي يا فندم، نورت المدرسه. حاجه عظيمه جدا والله يا استاذ فاطين، انا مش مصدقه اللي شفته ده خالص. مش ممكن في مدرس فلته زي حضرتك كده، مبتكر ومتفاني ومحب للماده، ودايما كده بتقدمها بطريقه سلسه للتلاميذ. ربنا يخلي حضرتك، ربنا يحفظك. يعني انا متشكر جدا جدا، وانا هحاول ان ابذل اقصى ما في وسعي حتى يستفيد التلاميذ. انا بس اللي هيقف قصادي مشكله بسيطه. ايه؟ شخصيه الملكه نفرتيتي. مش ممكن كمان خفيف الظل يا استاذي العادي. حضرتك هتبقى نبراس مثل هيحتذي بيه كل المدرسين. ربنا يبارك لك يا فندم. انت من الرواد يا فاطين. ربنا يبارك لك يا فندم. تهنئتي للمره الثانيه. شكرا جدا يا فندم. السلام عليكم حبيبي. الف الف سلامه يا فندم، نورت والله العظيم. طب كوبايه شاي كان حلو. الله يخليك، ميرسي. انت من النبراس. الحمد لله كلهم بيحسدوك يا فطنطن على فطنتك. الحمد لله رب العالمين، شغال وزي الفل. مماليك شغال، فرعوني شغال، كله شغال الحمد لله ربنا. ايه ده؟ الهدوم فين؟ الهدوم فين بتاعتي؟ ده ايه الغلب ده يا ربي؟ الهدوم. اه، لعنة الفراعنة صابتك اهي. بعد كده سوزي هانم دي مشيت بعد ما اديت له الظرف. وعارفين بقى ده معناه ايه؟ هترد اوفف. عارفين ده معناه ايه؟ كيميا. معناه ايه يا كبير؟ معناه ان شيكو مدريد خلاص فردت كاوتش وفرقعوها. معناه ان فريد بيه خلاص شايفني ما عادليش اي لازمه خلاص. عشان كده بعت العمليه الجديده بتاع الشهر ده لسيد الحاوي. عارفين ليه؟ ما ترد يا برشام. ليه يا كبير؟ عشان سيد الحاوي عنده بيشو. عارفين بيشو طبعا، اللي بيخلص وبينهي كل حاجه. وانا عندي قفه رجاله ياكلوا ويشربوا متنحين متنحين كده. اهو بصوني كده ليه؟ بصوني كده ليه؟ بس انا برضه مش هسيبك تتهنى، مش هسيبك يا ميشو. واذا كنت انت ميشو الحاوي فانا بقى شيكو الساحر. أمرنا يا كبير نبلغ البوليس المرة اللي فاتت. حمار وغبي يا ده. الحكاية دي محتاجة تخطيط وتظبيط، يعني محتاجة دماغ. أنا دماغ أنا. روح ظبط لي حاجة مع السياح. شوف أنا ولا أنت يا ميشو. والحاج راح فين يا سوست؟ بعد ما جات له الست سوزي هانم اتصل ببنبوني وأبويا ستيشن وبعد كده خرج. طب والشغل ايه اخباره؟ مبسوط يا ميشو، بس نفسي يا ميشو بقى تديني الفرصه تاخدني معاك في عمليه. نفسي اطلع معاك طالعه يا ميشو عشان افرح ابويا ستيشن ويعرف انه خلف راجل. هيحصل يا سوستا، بس كل حاجه في اوانها. انت عارف يا سوستا ايه ده؟ منصور المخبر بيعمل ايه ده؟ اطلع اشوفه. حاجة ميشو؟ لا خليكوا. يا منصور. ايه ميشو؟ ايوه ميشو. ازيك يا ميشو؟ ازيك يا مهندس عامل ايه؟ الحمد لله تمام. انت جاي تاخد ورد الباشا مش كده؟ لا يا ميشو لا. اه يعني انا متراقب. معلش بقى، اوامر الباشا فؤاد هنعمل ايه؟ لا ما تعملش حاجة، انا تحت امر الباشا فؤاد. يلا بقى منصور ادخل اشرب لك اي حاجه. ما ينفعش يا ميشو. عصير قصب جوه حلو. شكرا يا ميشو. تبلغ مع السريع. الله يكرمك يا ميشو. ليه بس؟ ما ينفعش يا ميشو. ماشي ماشي يا مهندس. اطلع يا ابني.